صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رضعت مع زوجة خالي أكثر من 5 رضعات. نعم. يقول: رضعت من زوجة خالي أكثر من 5 رضعات ولخالي زوجة ثانية وبنات من الزوجة الثانية، فهل أكون محرما لهم؟ بلا شك خواتف من الرضاع، أبوك وأبوه من الرضاع واحد، لأن اللبن له وأنت رضعت منه، فتكون أخا لهن من الرضاع من جهة الأب. نعم، انتهى. صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.